السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بعض الناس مشوا بعيد ومن نهار سمعوا هذا الفيروس ديال كوفيد 19 كيقولوا واش ممكن الفقهاء والعلماء ديال العالم الإسلامي يجتمعوا ويخرجوا لنا واحد الفتوى نقولوا نؤجل صيام رمضان الى شهر اخر الى ذي القعدة او الى ذي الحجة او الى محرم، هل يمكن ذلك؟ طبعا هذا اللي ما قارش الشريعة الاسلامية ممكن يقول هذا الكلام، ولكن اللي متعمق في الشريعة وعارف حدود الله تعالى ما يمكن يقول هذا الكلام، لان الصوم هو شهر محدد في رمضان يبدأ مع بداية رمضان وينتهي مع نهاية رمضان، ولا ينبغي ابدا ان يختلط بغيره من ايام الشهور الاخرى لا قبله ولا بعده. بحاله بحال ايام الحج لما قال ربنا عز وجل جعل الحج في ايام ذي الحجه وقال الحج عرفه، هل يمكن ان نؤخر عرفه يوما او نؤجلها يوما او اسبوعا او شهرا؟ لا، فهناك تحديد الميقات والزمن. ايام الحج عباده ربانيه فيها تحديد المكان والزمن والميقات، لا يمكن أن نتجاوزها. أما رمضان ففيه الزمن، الزمن هو رمضان، لا يمكن أن نؤجل رمضان أو نؤخره ليوم آخر. بحال الجمعة كذلك، صلاة الجمعة نأخرها يوم السبت أو يوم الأحد حتى لا نعطل الإنتاج الاقتصادي، هذا كله كلام لا ينبغي أن يقال، لأن العبادات توقيفية، العبادات في الشريعة الإسلامية وفي الدين الإسلامي توقيفي كما أنزلها الله تعالى نأخذ بها. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.